اللي غنناقشوه هذا اليوم هذا هو المسؤوليه التربويه للاسره. شكون المسؤول باش يربي الوليدات داخل الاسره، سواء بالنسبه للاسره الصغيره ولا الاسره الممتده، لكانوا بعض الافراد عايشين مثلا الجده ولا الجد ولا الخاله ولا العمه عايشين، وشكون هم الناس مسؤولين؟ بعض المرات يكون طرف ثالث ولا رابع ولا خامس في وسط الاسره، مثلا كتكون خادمه في البيت حتى هي يعني كتساهم بما اننا كنتركو معها الاطفال الصغار لمده يوم كامل يعني ولا عشيه ولا صباح كله، اللي راه يعني كتخلي واحد البصمه في هاد الوليدات هادو. حنا المسؤوليه التربويه للاسره بصفه عامه هي الموضوع اللي غنناقشوه، وحاضره معنا الاستاذه كريمه عريف رئيسه جمعيه الام والطفل لمستقبل افضل. استاذه كريمه صباح الخير، اهلا بك. صباح الخير، شكرا، أنا سعيدة باش نكون معكم في هذا البرنامج. رغم أن الأسرة تعتبر أصغر المؤسسات المجتمعية، إلا أنها ذات أهمية قصوى لتهيئة الأفراد منذ الصغر. نعم، يعني هذه مسألة مبدئية أن الأسرة عندها واحد الدور كبير في التربية، خصوصا إحنا كنعرفوا بأن هذه السن الصغيرة يعني من صفر حتى 7 سنوات تما يعني الطفل ولا الإنسان الشخص كيستقي واحد المجموعة الأشياء كتطبع في تصرفاته في سلوكه في شخصيته فيما بعد، يعني بلا ما تيشعر عنده واحد المجموعه التصرفات اللي كيكون تغرسات فيه وتشبع بها منذ الصغر. هاد التصرفات كتبنى على التربيه اللي كيتلقاها من الوالدين. نعم، لان الاب والام خاصهم يكونوا حاضرين في التربيه ديال وليداتهم، اي حركه ولا هذا كينبهم لها يعني من الصغر. نعم، وعلى يعني باسم الجمعيه ديالك، يعني ماشي ديال الاسره غير ديال الام والطفل لمستقبلين افضل، يعني هنا كنلمسوا من هذا غير التسميه ديال الجمعيه والاهتمامات ديال الجمعيه، بانك سيده كريمه يعني كتهتمي يمكن اكثر بالمراه وكتعاطفي اكثر مع دور المراه في المجتمع داخل الاسره والاطفال. اكيد ياك كريمه. نعم، عندك واحد لسوسي ديال الام، وحنا ملي ناقشنا قبل اللي دائما تتعاطفين مع المراه وتتلمسي داك ملي كتكون المراه مظلومه داخل المجتمع تتعاطفي معها وكتحاولي انك تساعدي وتجيري في هذا الاتجاه، وحنا هذا هو الموضوع ديالنا يعني اليوم، التربيه في وسط الاسره. ونبغيو مشاركتكم مستمعينا الكرام، شنو كتشوفوا في المسؤوليه التربويه على من تقع؟ واش الاب خصو يكون حاضر في كاع المراحل التربويه ديال وليداتو؟ شنو المساهمه ديالو داخل الاسره؟ سيده كريمه، يعني اكيد الوضعيه ديال الاسره تغيرت فيما قبل، كنا كنلقاو يعني غالبا كنلقاو الاسره الممتده، كنلقاو بان الراجل تيتزوج تيجلس مع امه مع باه، تيكون واحد المجموعه تيكونوا باقي الخوت ديالو ما تزوجوش، يعني عندنا واحد المجموعه ديال الناس كانوا داخل البيت، يعني كنلقاو ديك الوليدات كيتزادوا، كيكون جداهم جدهم الام ديالهم الاب العمام العمات، وكل شيء كيساهم في تربيه هاد الوليدات هادو بشكل او باخر. نعم، هاد النوع ديال الاسر يعني تقريبا انقرض، ما بقاش بزاف. دابا من خلال هاد الجمعيه ديالنا كنلقى بان النساء بزاف تيشكيو من الفراغ ديال الاب ما كيكونش موجود، دائما الام اللي حاضره، الام اللي كتقابل الدار، الام اللي كتقدا، الام اللي كتهتم بالوليدات مراض، خاصها توقف معاهم تقريهم سواء انها قاريه ولا ما قارياش، خاصها تجلس حدا الوليد. الاب تيكون دائما ما حاضرش، غالبا ديال النساء تيتكلموا على ان رجالهم عندهم داك التوقيت المستمر، ملي تيخرج من العمل ديالو باش يجي للدار ويتعاون مع المراه ولا يقول لها شنو خاص ولا يشوف الوليدات شنو خاصهم ولا كيفاش دوزوا النهار ديالهم، كيخرج من الخدمه خاصو يرتاح شويه، فين كيمشي؟ كيمشي للمقهى، تيبقى جالس في ديك المقهى حتى كيجي مثلا حتى الليل، حتى كيدخل للدار كيلقى الوليد صافي، اللي قرا اللي نعاس اللي لعب اشنو اللي طحطح اشنو الدور فينا هو الاب ما غير موجود، ما كاينش. اذا الام ما يمكن لهاش دير هادشي كامل، ما يمكن لهاش تهتم بالبيت كله.
نعم، يعني باش الواحد يعمر البلاصة ديال الرجل والمرأة في وسط الأسرة يعني صعب على واحد المرأة، خصوصا بوجود يعني لقاو العذر، السيدة لا كانت مطلقة ولا أرملة راه كتلقي لها العذر، ويمكن حتى الأبناء ديالها كيلقاو لها العذر، كيعرفوا بأن الأم بوحدها اللي كاينة هي المسؤولة، ولكن ملي كيكون داك الأب الحاضر الغائب، يعني أنت قلتي لنا وانطلاقا من التجربة ديالك، يعني الناس اللي كيجيو عندكم الجمعية الأمهات كيشكيو من عدم يشكو من غياب الاب داخل الاسره، ها هو كايب وما كاينش. نعم هذه هي الاشكاليه الكبيره، اللي كاينه. نعم. هو كاين يعني، ولكن المراه دائما كتمنى لو ان الزوج ديالها يتقاسم معها كل شيء، الاعباء ديال المنزل كامله، اما ملي كتلوح على المراه المسؤوليه كلها كتقول لها خاصها تكلف الاولاد خاصها دير، الراجل فين كاين حاصر الدور ديالو؟ الاغلبيه ديال النساء كيشكيو كتقول لك انا ملي كنهضر مع راجلي تيقول انا خدام، انا كنجيب لكم ما تاكلوا، واش حنا درنا الوليدات باش نوكلوهم ولا باش نهتموا داكشي ديالهم كامل؟ نعم. نقريوهم نلبسوهم نتحاوروا معاهم نجلسوا معاهم، تديك اللحظه ديال مثلا اللي كانوا شحال هذه الاباء تيجتمعوا مع وليداتهم كيفطرؤوا مجموعين كيتغداو مجموعين كيديروا بارفو تيديروا واحد الكاسكروت بارفو تيتعشاو ويتعشاو كيتفرجوا في واحد الفيلم ولا كيديروا شي حاجه. دابا النساء بداو كيشكيو من هاد الظاهره اللي الا بغيتي تقولي انقرضت، ولا الاب مشغول بزاف بالعمل ديالو وملي كيسالي العمل ديالو تيمشي عند صحابو، اذا داك الطفل او الطفله او الاطفال اللي كاينين داك البيت شكون اللي غيهتم بهم؟ اذا كانت الام كاينه بوحدها كاينه في المنزل، الاب ما لا وجود له، كيخدم احنا معروفين كنقولوا بان الاب هذاك راه كيمشي كيجيب لكم ما تاكلوا، ما كتنحصرش الحياه ديالنا في الاكل، الدور ما كينحصرش باننا واخا الاب ها هو كاين ما كاينش، ها هو كاين وما كاينش، نقدروا نقولوا نعطوه عذر الى مسافر خاوي البلاد، هي المسؤوليه كيقول مسكين راه ما كاينش، اما باش يكون كاين وهو ما كاينش. يعني الغياب ديال الاب ماشي بالمسافه كريمه، يعني استاذه يعني يقدر يكون غايب ولكن مهتم بامور وليداته، متبعهم في قرايتهم، متبعهم في مشاكلهم في همومهم، كيكون حريص على انه يتصل بهم واخا مره في ثلاث ايام ولا في اربع ايام في الهاتف ويهضر مع كل واحد وكيحكي ليه مشاكله، يعني كيكون تتحسي بان ذاك الاب مهتم بهموم وليداته رغم المسافه اللي كتفرق بينه وبينهم. كانت يمكن فيما قبل كان هاد واخا تيكون الغياب الاب يكون حضور الخال ولا العم ولا الخاله ولا الجد، يعني يمكن كيغطي شويه وكيساهم مع الام في تربيه الابناء. مع الاسف تا هذا الدور اللي خاص افراد الاسره يلعبوه تا هو ما بقاش. شحال هذه كان الجد كان الجده كان العم كان الخاله كانت حتى الجيران كانوا كيدخلوا في التربيه وفي الاهتمام بداك الطفل او بداك الابن ديال داك الجار اللي قريب ليهم، كان واحد التلاحم واحد التضامن. دابا حتى التضامن بدا كينقرض بصفه تقريبا بصفه نهائيه، لان نعم عندنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير. الو صباح الخير، اهلا وسهلا، شكون معايا؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. معك يا لالا زبيده من اكدس. اهلا لالا زبيده، مرحبا. تحياتي ليكو السيده اللي معك هذا الاسبوع هذا. نعم. وشكرا بزاف على البرامج اللي كتختاروها لالا جليله. مرحبا لالا زبيده، تفضلي، شنو رايك في الموضوع ولا شنو بارك الله فيك؟ هو الموضوع بحد ذاته موضوع شاسع وساعه وحده من الاسبوع راه ما كافياش باش نعبروا. احنا كنديروا غيدنا ويعني كنحاولوا نحطوا اليد على الجرح وصافي. العفو لالا، جزيل الشكر على المجهود اللي كديروا باش توعيوا الناس، ولو هاد الساعه هادي راه فيها الاجر فيها ما هو كافي يعني باش يوعيوا. نعم يعني كنستافدوا من بعضياتنا. نعم لالا زبيده، شنو رايك في الموضوع؟ فموضوع التربيه بالنسبه لي انا تنقول ان موضوع التربيه ما مقتصرش فقط على الام او على الاب او على واحد فيهم فقط. انما التربيه مادام انهم هذوك الاولاد مشاركينهم بجوج فبطبيعه الحال ان التربيه خاصهم يشاركوها بجوج، ولكن للاسف فاش كنرجعوا للواقع ديالنا ونرجعوا للمجتمع ديالنا شنو تلقاو ان الام هي مسكينه اللي تتاكل الشحط بوحدها، هي اللي التربيه تترجع لها، وادنى خطا كيديروا هذا الطفل هذا مسكين تتحمل المراه المسؤوليه. يعني لا بالنسبه للاب انا تنقول لك تنهضر معك من واقعي الشخصي، كنهضر معك وكناخذ الاب ديالي والام ديالي كمثال. نعم يعني كذرا حياتي كلها ادنى خطا كنديروه حنا كاولادهم
اشنا تيقول الاب انتي تيقول لها انتي انتي لفوت منك انتي التربية ديالك انتي انتي ما مربيتيهمش انتي دايرة ولا انتي فاعلة ولا انتي تركة اكيد اكيد يعني هو شنو كيدير انا خدام وتيقول لها ادنى مشكل كاين راه الناس غايقولوها انت غايقولوا انت راه ما غاديش نعم يعني فهمتي اي مشكل غيعايروها الناس هي ما يعني اللوم اللوم اجتماعيا يقع على المرأة اللوم اجتماعيا يقع على المرأة للأسف يعني وهذا النظرة خاصنا نغيروها اكيد يعني خاصنا نكونوا خاصنا نكونوا نرجعوا للدين الإسلامي ديالنا الدين الإسلامي ما تيقولش هكا تيقول أن التربية خاصها تكون من طرف الأب ومن طرف ومن طرف الأم وانه وانا تنقول ان الغالبيه الاسر للاسف عندنا فاكدس تتلقي ان الام هي اللي تتربي يعني هذه اشكاليه ماشي على مستوى اكدس فالحسب يعني اشكاليه كثيره عامه في المغرب كله مرتبطه بالوعي نعم. مرتبطه بالانسان الامي مرتبطه بالانسان الجاهل مادام انه واحد الانسان ما قاريش ما واعيش وتيتعامل بشي تصرفات بحال الام مسكينه خاصها تشقى في الدار خصوصا اللي كانت خدامه على برا تبقى على برا تشقى في الدار وتزيد على سبيل المثال في النتيجه الدراسيه نعم في الدراسه ديالهم في لافان د العام اين فوا كنجيبو شي نقطه طايحه اشنو كاينو الاب كيعاير الام ديالي انت كتخليهم يتفرجوا انت كتخليهم يديروا انت كتخليهم فين كنتي انت هذا العام كله هو فين كنتي باش ما تجيش تقول لنا حتى انت او تجي اجي وقرا ولا اجي وهادي ولا اجي وهادي شكرا شكرا لا لا يعني كان احنا نبغيو نسمعوا الراي ديال انا ديال ديالي وتمنيت انها هي تهضر معاكم ولكن للاسف يعني الخدمه ديالها ما قداش هي تقدر تعبر لكم اكثر ولكن هذه ملي لقاوها من الابنه اللي كتشكى من يعني عدم حضور الاب الفعلي في التربيه ديالها هذه يعني فكرة جميلة جدا لأن هذه المسألة هي عامة كيف ما قلتي واللوم الذي يلقى على عاتق المرأة لأن الابن أخطأ ولا لم يصب في مسألة كيف ما بغاها الأب ترميها على تقولها ولادك بنتك ولدك هما اللي داروا هذه المسألة وملي كتكون شي حاجة زوينة راه كيقول لك ولدي وبنتي يعني هذه مسألة متعودين عليها السيدات يمكن غيشاركوني الرأي احنا اليوم مستقبل الفرصة ما كاينش معنا في الاستوديو ما حضرش معنا رجل باش يدافع على رجال غنصطابوا راسنا وغنتحدثوا يعني على الرجال والدور ديالهم في التربيه الاباء ودورهم في التربيه شوفوا مشاركه جديده ونعود مع السيده كريمه عريف رئيسه جمعيه الام والطفل لمستقبل افضل نوصلوا نقاشنا الو صباح الخير اهلا وسهلا جمعه مباركه صباح الخير انتم كذلك اختي من بني احمد عماله الشاون محسن الهندش اهلا سي محسن لاباس عليك الله يبارك فيك مرحبا بك سي محسن معنا شكرا شنو رايك سي محسن في الموضوع ديالنا بدايه واش انت مزوج عندك شي وليدات سي محسن مزوج وعندي وليد نعم الله يخليه لك نعم دور التربوي ديال الاسره كي كتشوفوا سي محسن وللأسف يعني بكل صراحة يعني واقع الحال يعني لا يؤشر على أن الأسرة المغربية اللي كنشوفوها بكل صراحة يعني تائهة أنا كنشوف يعني أسر غارقة في التبعية للغير يعني وبالتالي الحديث عن دور الأسرة في التربية يمكن نقول أنه فاقد شيء لا يعطيه لأن الأسر المعاصرة اللي اتجهت في الاتجاه ديال الأسر النووية والبردانية المطلقة أنا كنشوف بنتكلموا على الأمومة أو هو يعني احنا كنشوفوا دابا الأمومة كتقوم بها المربيات والأبوة يعني كتقوم بها هذيك القنوات الموجهة من الخارج بلا ما نذكر الاسم ديالها واحد وجوج وثلاثة يعني من الرسوم الكرتون إلى المرحلة ديال الشباب أما يعني أن نتكلموا على دور الأب ودور الأم أنا ما كنشوفش كاين شي دور بدليل أنه احنا كنشوفوا يعني الثمار هذه التربية اللي وصلنا لها يعني احنا بكل صراحة اللي كيربينا هو الإعلام الهابط المسلط على الأسر المغربية المتمثل في الأفلام المدبلجة وما إلى غير ذلك يعني بكل صراحة أما احنا يعني تملصنا واستسلمنا يعني لأن الأسر فوالا هشاشه يعني احنا بكل صراحه واخا كنبغيو نقلدوا غيرنا كنقلدوا غير في التفاهات وهذا هو اللي كنحصدوا النتائج ديالو وتحياتي. شكرا سي محسن بارك الله فيك على مشاركتك معنا. نعم سيده الانسه زبيده السيدة قالتنا بأن المشاركة خصها تكون في التربية ما بين الأب والأم إلقاء اللوم على الأم إلا كانت أي هفوة في سلوك الوليدات يلقى اللوم كله على الأم والأب يكتفي كيف ما قلنا بإحضار القفة يعني ومسؤوليته أنه يوكل ديك الوليدات ويشربهم والأم تتكلف ما دون ذلك.
الدور ديال الاب كما قلناه ضروري واجب، وخاص الاب دائما يكون حاضر في البيت، والمسؤوليه على الام بوحدها. حاضر يعني يكون حاضر، يكون مشارك في التربيه. حين كاين الاب اللي ها هو حاضر وجالس في واحد البيت بوحده، ولا داير واحد البرنامج ولا واحد الفيلم وكيتفرج، والوليدات كيديروا اللي بغاو. هذا ما كنسميوش حضور، هذا غياب، بالرغم من انه هو جد داخل البيت. او تيقول لهم سكتوا خليوني نتبع شي برنامج، او سكتوا خليوني كلم. حتى هو عنده حتى هو شاد البيسي قدامه، تي ما نعرف اشنو كاين، حتى هو حتى شنو. الوليدات عندهم خاصهم ياكلوا، خاصهم يديروا التمارين ديالهم، خاصهم ينعسوا في الوقت، خاصهم ياكلوا في الوقت، خاصهم يديروا لي ديفوار ديالهم واللي ينجزوا الاعمال ديالهم ديال المدرسه، خاصه يكون حاضر. نعم. كنكملوا هذا الشيء مع الوليدات، نصايبوا عاد ديك الساعه يمكن الاب يتفرغ ويدير داك الشيء اللي بغى. هي حتى قبل من ايام الدراسه والتحصيل والنتائج والحفاظه وهذا، يعني اللعب، يعني وقت اللعب مع الاطفال، من ديك الاب ولا الام اللي كتعطي واحد الفتره ديال اللعب مع وليداتها، هذاك واحد الجسر قوي يبنى ما بين الاب والابن ديالو. هذاك الجسر، هذاك البلاصه، هذيك اللي حافظ عليها اي اب يعني، ولا اي ام حافظت عليها وانها تشارك وليداتها في اللعب ديالهم، يعني كتنزل عندك الوليدات وكيرجع بحال صديق ديالها، ممكن يعاود لها اسراره، ممكن يحكي لها، وهذاك الشيء كيكبر معاه، ديك نوعيه العلاقه كتكبر. فتره المراهقه اللي كنشوفوا الوليدات تيبداو يبعدوا، كيبداو يستقلوا، كيبداو وكتكثر المخاوف ديال الاباء والامهات، كتكون هذيك الام ولا ذاك الاب بنا واحد الجسر باش يدوس عند وليدو ولا عند بنته منه، واكيد كتكون هناك واحد الصداقه واخا تقل، ولكن كتكون باقه واحد الخيوط ديال التواصل بينه وبين ذاك الطفل ولا ذاك المراهق. يا ريت كون كان بحال هكا جميع الاباء وجميع الامهات كيتعاملوا مع الوليدات منذ الصغر ديالهم، وهما كيلعبوا مع ذوك الوليدات وكيمرحوا معاهم وكيشاركوهم في كل شيء. نعم. سي محسن يعني نبه لواحد النقطة هامة اللي هي قال لك الغياب ديال الأم والأب على السواء، سواء اللي كيخليو ولداتهم للمربيات ولا حتى العوان وظروف الجميع. نعم. ولا التلفازة يعني هي أكيد حتى المراقبة ديال داكشي اللي كيتبعوه وليداتنا خصو يكون من الصغر. يعني هو الغياب بعد المرات كاين، ولكن بالرغم من الغياب، هادشي دابا اللي قلناه من قبل بان الوليد من كيتزاد وحنا مراقبينه ومقابلينه وجالسين معاه، ملي كتجي الفتره ديال الام اللي غتخرج للعمل، راها من قبل هيئات داك الطفل وعطاته واحد البرنامج كيفاش الوليد غادي يتمشى معاه بالرغم من الغياب ديال الاب او الام. ولكن ملي كيدخلوا للبيت كيعطيو الاهتمام ديالهم لذاك الطفل، الاهتمام الكلي، كيجلسوا مع ذاك الطفل تيشوفوا شنو خاصو، اشنو باغي يعني تيعودوا ساعات الغياب كتعوض. وكنبقى وحده ذاك الوليد حتى كان يعني كنعوضوه ذاك الساعات اللي كنكونوا غايبين فيها، وكنفهموا لذاك الولد كيفهم بان الاب والام ديالو راهم موجودين وكاينين وممكن يعول عليهم. كانوا غايبين بانهم كانوا في وقت العمل، ملي دخلوها هما مهتمين بها وما عاطينوش الاهتمام الكلي. اكيد هاد التوازن هذا داخل الاسره ما غيخلق غير واحد الجو اللي غتكبر فيه النفسيه ديال الاطفال مطمئنه وجيده. غنشوفوا مشاركات جديده ونعود لإتمام الحديث. ألو، صباح الخير. صباح النور لله. كسبحتي لاباس عليك. لاباس، بارك الله فيك. جمعة مباركة علينا وعليك الأمة الإسلامية جميعا. اللهم آمين. شنو الاسم ديالك لالا؟ معك عزيزة من صفرو. عزيزة، مرحبا بك لالا. شنو رأيك في الموضوع؟ أنا بغيت نشارك معكم لحقت المشكل، خصني تعالج المشكل بعدا من الأول. ماشي كنبقاو حتى كيجيو الوليدات عاد حق المسؤوليه على من واش عليا ولا عليك. انايا يعني كنشارك هذيك الاخت اللي عيطت في الاول، حيت الى جينا نشوفوا 70 او 80% من الاسر المغربيه كلها كبرت في ذاك الجو اللي كانت كتقول انا وحده منهم. ولكن كيقول لك مصائب قوم عند قوم فوائد. انا ملي جيت نتزوج يعني ما غاديش نعاود انا الخطا اللي بين قوسين دارته الوالده ديالي، يعني هي مرهمه. نعم. هادشي ما كانش مسؤوليه بوحدها. انا يعني قبل ما كنجيو كنجلسوا ذاك اللقاءات الاوليه مع الزوج المستقبل كنهضروا في المسائل الماديه اكثر. نعم، للاسف. في البلاصه الفلانيه غنولدوا جوج وليدات غنقريوهم في المدرسه الفلانيه، وعلاش ما كنتذكروش على التربيه؟ شكون غادي تولي هذيك التربيه ديال ذوك الوليدات؟ حيتاش الزواج والابناء
راه ماشي غير ليله وحده ديال العرس ونجيبوا النقافه الفلانيه والعماريه الفلانيه ونتزوجوا والغد ليه نولدوا وليدات او دونك صافي انا كنتسنى الزوجه. لا المسؤوليه كتبدا. انا يا ريت انا تمنيت انهم يكونوا واحد التكوين للمقبلين على الزواج. الزواج راه ماشي غير بناء أسرة. نعم الزواج باش مسؤولية ودوك الوليدات ما عندهمش حتى ذنب اننا حنايا مخبطينهم النفسية ديالهم. علاش؟ حيت حق الراجل خدام او دونك انت خدام على برا انا خدامة الداخل. نعم اون فوا كتدخل الدار المسؤولية ديالنا كتقسم. نعم بالنسبة للمراجعة مع الوليدات او لا هذا دونك انا نخدم مادة انت غتخدم مادة انت عيان حيت قيال على برا انا عيانة حيت قيال نهار كله الداخل هذه عين الصواب بالنسبة لنا لالا عزيزة. هذا عين الصواب بالنسبة لي أنا شخصيا. عين الصواب أن المسؤولية خصها تكون مشتركة والأم سواء كانت خارج تعمل خارج البيت ولا داخل البيت راه عمل يعني راه كاين عمل مضني كيخدم لنا جهد. نعم جالسة نعم في الدور أنا بنصيحة مني خذ لك واحد النهار وخلي الوليدات مع الأب ديالهم فهذاك ربط بالنسبة لك وخليه الوليدات مع الأب ديالهم وخليه تاهو يتحنى لهم ويعود يطيب لهم يوكلهم يرجع معاهم يعس اللي بغى ينعس ينظف اللي بغى النظافة فدونك هكا باش كيحس تاهو بالثقة بالمسؤولية اللي ملقت على عاتق الأم. نعم حيتاش الأم حيتاش حنا ظلمنا والدينا بزاف وديما الحاجة الخايبة كتنسب الأم ولادك وتربيتك وعجبو الحال أو وليداتي. نعم ولا ماشي هكا خصها تكون هي الدين ديالنا دين المساواة يعني ما قالناش الدين اننا نظلموا السيدة اننا نظلموا المرأة بهذه الطريقة هذه والحاجة المزيانة ديما كتنسب الأب والحاجة الخايبة ديما كتنسب الأم. أكيد أكيد هي مسؤولية مشتركة وكيف ما قلت يا لالا عزيزة الأسرة يعني كتبنا من الأيام الأولى ديال اللقاء ما بين الزوجين يعني هذيك الفترة ديال الخطبة. حيت كنهضروا في الماديات أكثر يعني الماديات كتولي تطغى المستوى ديال التربوي للوليدات. نعم يعني خص الواحد يتفاهم على واحد مجموعة من النقط بما فيها المسائل المادية. اللي يتفاهم من بينها الوليدات غنحطوا عليها 16 خط أحمر. نعم الوليدات ولا رجال المستقبل وهما أنت خدام على من خدام خدام على ذوك الوليدات إلا جبتي لهم الماديات وبين عملهم الجانب النفسي ديالهم باش نعطيو للمجتمع وليدات معقدين ولا هذا ما عندناش الربح دوك الوليدات ما عندناش لا حنا ولا المجتمع. اكيد اكيد يعني هذوك الوليدات ماشي كيتعلفوا هما تيترباو يعني الاكل كنهضروا ملي كنكونوا الغرض ديالنا حنا الاكل كنهضروا ملي كيكون الغرض ديالنا حنا كنسمنوا واحد الدجاجه واحد البقره واحد الخروف اللي غنتنفعوا باللحم ديالو ولكن بالنسبه للاطفال هو كيان هما غنهتموا بالمساله النفسيه الجانب النفسي والجانب العاطفي والجانب الثقافي ديالهم والجانب الاجتماعي ديالهم اكثر من الاهتمام بحاجه أخرى اللي هي تافهة واللي ممكن تعوض في أي مرحلة من مراحل الحياة ديالهم. حضور الأب في السنوات الأولى ديال الوليدات لا يعوض حضوره في فترة المراهقة لا يعوض وما يلومش الأب راسو ولا الأم على السواء راسو منين تيكبر هاد الولد هذا وكيستقل بذاته ما كيبقاش يسول ولا ما كيبقاش يتصل ولا ما كيبقاش يجي يعني راه الواحد خصو يفكر في هاد المسائل هذه فيما بعد. انا بغيت نقول لك واحد القضية كبير دابا انا في عمري 27 سنة وما زال هزا معايا واحد الحموله اللي هي ثقيله والحمد لله يعني كنتجه للقران كنتجه للمسائل التربويه بحالكم بحال الاذاعه بحال الكتب انا منقرا انا لما نعاودش نطيح بنفس الخطا والله اولا 30 عام يزيدوا مني على شي حاجه اللي انا درتها عن غير قصد. نعم تبارك الله عليك لالا عزيزه والله يوفقك ويوفق كل السيدات. حنا تحيه لكل الامهات اللي كيعاني وتحيه لكل الاباء اللي تهما يعني كيديروا واحد المجهود كبير في سبيل اسعاد وليداتهم. يمكن هو خطا تكتيكي يمكن هو تفكير يمكن هو منطق قد لا نراه نحن السيدات الامهات صائبا ويمكن هما تيقولوا بانهم تيديروا حاجه مزيانه ولكن المشاركه ما فيها بس ان الحضور الاب هو ضروري لذاك الوليدات باش انه يكبر سوي. عندنا مشاركه جديده. الو صباح الخير. الو اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. كيداير استاذه بخير؟ اهلا وسهلا مرحبا سيدي شكون معايا؟ تحيه لك وتحيه للضيفه الكريمه وتحيه للضيفه كريمه عريف رئيسه جمعيه الام والطفل لمستقبل الاطفال. نعم. نعم معك مصطفى من جديده. مصطفى سي مصطفى تفضل سيدي. انا كنحمل التربيه للوالدين اولا. يعني الوليدات كيشوفوا السلوك ديال الوالدين.
والتربيه كنحملها الاب والام وواحد الامتياز للاب. الاب خاصه تكون عنده واحد السلطه، ماشي السلطان ديال العصا، السلطان ديال الحوار وديال التفاهم وديال وهاد. وكان يعني المدرسه عندها واحد الدور كبير، الطفل كيقضي اغلب الاوقات ديالو في المدرسه. يعني خاص 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 الاب يراقب بحال كيمشي للخدمه، خاصو يراقب الولد او البنت اشنو كدير، اشنو واش كتقرا، اشنو كدير في الزرقه ما بين الطريق ما بين الدار والمدرسه. وخاصنا اشنو غادي نعطيو للغد. اليوم راه طفل وغدا راه ولد ولا راجل ولا ام ولا اب. يعني اش خاصنا نوجدو؟ يعني انا غنكون مختصر بزاف باش ما نطولش. نعم. يعني اليوم هو طفل ولكن غدا خاصنا شنو عطينا المستقبل؟ نعم. راه غنعطيو رجل الغد وام الغد، ولكن انا كنركز على واحد القضيه، المسؤوليه انا كنركز مسؤوليه للوالدين وبالاخص الاب، ويعني وتكون التربيه ماشي يكون تفاهم وحوار، وراه الابناء راه كيشوفوا شنو كيوقع ما بين ذاك. نعم يعني ترتي واحد النقطة هامة سي مصطفى، حنا غنرجعوا ليها ان شاء الله، الخلافات في داخل الاسرة وتأثيرها تركزوا عليها وتيردوا لها البال. نعم يعني الاحساس بالامان داخل الاسره. بالنسبه للسيده عزيزه، بالنسبه للسيده عزيزه اثرت واحد النقطه هامه، وهي ان الازواج خصهم يتفاهموا في الايام الاولى ديال الخطوبه على مجموعه النقاط بما فيها تربيه الابناء. غناخذوا واحد الوقفه اشهاريه ونرجعوا مره. من النقط اللي ترتها عزيزه من مدينه صفرو هي التفاهم ما بين الناس في يعني في علاقتهم في بدايه العلاقه ديالهم على التربيه، كي كنتفاهموا على مجموعه ديال النقط الماديه، الدار والاتات والعرس والصداق وهذا، يعني تربيه الابناء خصها تكون حاضره. كريمه شنو رايك في هذه النقطه؟ هي كي كيقولوا سيادة الولا زواج ليله تدبير عام. نعم. هي قبل ما يقول الانسان انا غنتزوج بهذه السيده ولا السيده انا غنتزوج بهذا السيد هذا، خاصهم يحطوا النقاط على الحروف. دابا اللي ولا الاغلبيه ديال السيدات كيجيو عندنا حنا، كيجي السيد اللي بغى يتزوجها وعجباتو ولا هذا، كيقول لها شحال كتربحي. نعم. اذا السؤال الوحيد عنده الهاجس الرئيسي هو ديك السيده اشنو كتصور، اشنو عندها. اذا السيد اللي غيجي عند هاد السيده هادي وكيسول في الماندا ديالها اشنو كتاخذ في الاول، هذا من البدايه ما خصهاش كاع، ما خصهاش يعني هي ماشي عيب اننا نسولوا على المساله الماديه لاله كريمه، يعني خصها تكون من بين الاسئله اللي تتحط، ولكن باش كيحطها بوحديها الاول هنا كيبان بان السيد ما عندوش الغرض. ديك السيده راه شافها انسانه مزيانه، انسانه معقوله، انسانه خدامه، عجباتهم الاخلاق ديالها، من التربيه ديالها، من السلوك ديالها. انا كنقول كرايي، انا كنقول الانسان اللي كيبغي يربط علاقه بواحد السيده كيشوف الشخصيه ديالها، شكون هي اش كدير، حيت هذيك السيده راه الزواج ديال عمر هذيك السيده خصنا ملي كنختاروها وكتعجبنا وكنمشيو وكنقولوا هاد السيده اللي غندوز معها العمر ديالي وغندوز معها الحياه ديالي وغنولد معها الولاد ديالي، ماشي كنطرح عليها اول سؤال تنطلقها شحال كتربحي. انا كرايي ديالي انا هاد السيد هذا ما هذا من البدايه ما اما ما عرفش يهضر، اما الا كان الهدف ديالو الفلوس راه خصنا انه يكون تفكير اخر، يعني يكون تفكير اخر في المساله. اكيد يعني وخص النقط اللي تحط من البدايه هي كيفاش نربي وليداتنا، غنشوف واش كاين هناك تفاهم يعني على هذه النقطه هذه، واش الانسان متفاهمين على واحد المجموعه ديال المبادئ الاساسيه في التربيه، لكن متفاهمين عليها بسم الله. اذا ما كانش الواحد يتفاهم يحاول يقرب وجهه النظر، اكيد غتكون المساله اسهل، ما نتسناوش حتى يجيو الاطفال. عاد حنا كنقلبوا على الخطط التربويه، واحد للاسف بعض المرات كتلقاي المراه تتشرق والراجل كيغرب، واحد تيفشش والاخر مزير، الاخر كيعطي والاخر تيمنع، يعني كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي خصها تكون متفق عليها. سي مصطفى اكد بان المساله هي خص يكون هناك حوار وتفاهم، وهذه نقطه هامه في العلاقه الزوجيه واللي كتنعكس اكيد على الابناء. دور الاب يعني ما يمكنش يعوضوا حضور الام، ما يمكنش يعني الاب كيلعب الدور ديالو والام كتلعب الدور ديالها. اذا هنا كيخصنا دائما الاب خصو يكون عنده واحد الهاجس
ديال الاسره ديالو. خصو دائما هو خدام ولكن كيقول انا غنسالي الخدمه ديالي غنمشي لذاك البيت نشوف اشنو نشوف وليداتي. اولا خصو يكون توحشهم بداية الاولى، خصو يقول خصني نطلع عليهم نشوف المدرسه. يلا باقيين صغيورين دبيبي صغار، خصني نشوف كيفاش دوز النهار ديالو، كيفاش داز، كيفاش المراه اللي كاينه الزوجه ديالي اللي كاينه في الدار كي دوزت النهار ديالها. خصني حتى هي نسولها واش عيانه، واش دوزت النهار مزيان. تديك المراه اللي مقابله داك البيت ملي كتلقى الزوج عطاها هي اهتمام. وحنا كنعرفوا على ان الحمد لله النساء المغربيات كلهم كيضحيوا كل شيء ديالهم، كتضحي مع ديك الاسره ديالها، كتبدا مريضه صحيحه كما كانت كتقاوم وكتنوض وكتكون عارفه بان الدور ديالها اساسي وضروري وخاصها تكون فيه وخاصها تشبت به وخاصها ما كتنهزمش. نعم. ما كتبغيش تنهزم، ولكن هنا كتلقى النساء بانهم كيشكيو، كتجي للزوجه كتقول لك انا الراجل اللي يحل لي كل شيء، بغاني نربي، بغاني ندير الطبيب، بغاني نتسخر، بغاني نمشي للسوق، بغا 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 حتى ديك التربيه نربي بوحدي، بالرغم ان ماشي كاع الناس كيعرفوا، ماشي ما غنقولوش بان التربيه راه كاع كنعرفوا نربيو، التربيه راه ما ساهلاش، كنتعلموا وكنقراو وكنشوفوا برامج، كنشوفوا التلفزيون، كنسمعوا الناس اللي عندهم تجربه، مش كنسولوا الناس اللي عندهم تجربه، حيت التربيه راه شي راه بحر. خصنا نتعلموا، خصنا نسولوا، ماشي كنزربوا. دابا كتلقى بعض الازواج كيزربوا باش يتزوجوا، مزيان بغاو يتزوجوا مزيان، الزواج ماشي عيب، ولكن خصنا المبادئ والعاليات، خصنا كيفاش غنضبطوا هذا الشيء ديالنا. ملي كيبداو كيولدوا في الوليدات ولا هذا تما كيولي شويه ديال الزوج، كيولي ها هو بغى يخرج، ها هو بغى يتهنى من الصداع ديال داك الوليدات، ها هو خصو يدخل تيلقاه نعاس، خصو لا، خص المشاركه، خص الاب ملي كيتزاد داك الوليد ولا ديك البنيته هو مشارك ديك المراه، يسهر معها، يفك معها، يتعاون معها، ماشي غير حيت حنا خدينا واحد التربيه ديالنا ديال والدينا شحال هذه بان الام كتجلس في الدار ما كتخرجش، ما كمقابله غير كطياب، كتعجن، كتصبان، كتقابل دوك الوليدات. ولكن دابا صبحات المسؤوليه ديال الاب ضروريه واجبه على انه يكون داخل البيت وعنده المام بجميع ما كيوقع داخل البيت. نعم، وما كيوقع لوليداته ومتبعهم. للاسف بعض المرات وبعض الاباء اللي كيسولوا اجي اش من قسم انت؟ كاين بعض النساء اللي جاو عندنا قال لك ما كيعرفش ولدو فين وصل. كاين بعض النساء اللي كتقول لك انا راجلي دخل للدار مشى جلس في واحد البيت بوحده وسد عليه، ما خصوش يصدعوه دوك الاولاد. الابناء اذا الغياب ها هو كنقولوا اب، ها هو حاضر، هو كاين داخل البيت ولكن ما كيأدي حتى شي دور، ما كيأديش حتى دوك الوليدات اللي غادي يشد داك الوليد. هي الوليد خصو يلعب، خاصو يتفرج، ولكن خاصني نعطيه الوقت ديال اللعب، نحددو ليه، نحد ليه الوقت ديال التلفزيون، نحددو ليه، ونعطيه الوقيت عاوتاني ديال اللي غنخرج ولدي معايا ولا بنتي ونخرج ونساري، ونحدد ليه الوقت ديال اللي غيمشي فيه البيسي ديالو وغيلعب فيه، ونعطيه الوقت ديالو تاهو يكون عنده برنامج يومي. عنده برنامج يومي وداخل فيه هذاك البرنامج اليومي داخل فيه حضور الاب والاب. حيت الام بوحدها كي كيقول لك المثل يد وحده ما كتقبلش، ما يمكنش هذه الام غنعطيها مسؤوليه ديال 3 و4 ديال الدراري ونمشي انا حتى نجي نلقى كلشي نعس كلشي باش عرفت انا دوك الولاد راه داروا دوك التمارين ديالهم دوك الوليدات راه داروا. لالا كريمه كاينه واحد النقطه هامه واللي ترتيها يعني للاسف هي كاينه وحاضره في مجموعه ديال الاسر، هي هذاك الاب اللي سد عليه في البيت، يعني سد عليه في البيت بالمفهوم الصحيح للكلمه. ما عندوش وما باغيش وما شغلوش انه في التربيه ديالو. ما هذوك الوليدات كنسميوهم حنا الصداع، هذوك الوليدات داري لي الصداع، جلس ولا خرج الزنقه تلعب، كاين كيقول لي خرج الزنقه. اولا بعض الامهات باش ما نبقاوش نلوحوا المسؤوليه كلها، حيت كاين بعض الامهات ما نقدوش نحكموا عليهم واحد الحكم ربما ما عارفاش ولا ما فاهماش، كتخرج الولاد للزنقه كتقول لهم خرجوا تلعبوا، كتجلس هي وصحاباتها الولاد خرجوا يلعبوا. شحال ديال اللعب غيجلس هذا الوليد في الزنقه تيلعب العشيه كلها نهار كامل هو تيلعب. خاصنا حتى ديك خرج تلعب عندها واحد الوقيت، عندها قانون، عندها قانون ديالها، غيخرج غادي يلعب، ولكن او ميم طون في نفس الوقت غادي نخرج عند ولدي وغنقول له صافي سالينا، دابا غادي ندخلوا غادي دواش غادي تجلس غادي دير هادي هادي هادي، ها هو البرنامج كاين، كيعرف الولد مثلا هو خرج يلعب ولكن قدامي انا حاضيه، ماشي خرج تلعب غبا عليا ما عرفتش فين زاد فين مشى. نعم للاسف يعني هذه ظواهر تنشوفوها ونعيب على سلوكات وليداتنا اللي حنا زرعناها فيهم، نعيب فيما بعد. المسؤوليه ديال الاباء لا تنتهي
بانهم كبروا صافي ولدي راه رجع تعلم يزيد على رجليه يتعلم يدخل للطواليت يتعلم النظافه يعني مسؤوليتنا راح كتبقى وكنشوفوا الثمار ونتائج التربيه ديالنا الله يصلح لينا يعني شويه من الحنه وشويه من رطوبة اليدين يعني اكيد كاين تيسير ديال الله سبحانه وتعالى ولكن كما قلتي الواحد اللي ما خاب من يستشار الواحد يسقسي يسول يلوح حل في شي امام واحد المساله تربويه يسول الناس المختصين ماشي عيب بالعكس هذيك المساله ما كتكون غير جيده بالنسبه للاسره ديالو عندنا مشاركه من عند فاطمه زهراء فاطمه زهراء صباح الخير انا بغيت نشارك معكم مرحبا في الاذاعه اهلا لا مرحبا بغيت نشارك في الموضوع هو خلعني اكثر يعني انا شاده مسؤوليه غير بوحديتي راجلي كيسافر كيخرج على برا شحال عندك الوليدات انا فاطمه عندي ثلاثه الوليدات شحال عندهم واحد عنده 5 سنين واحد عنده 3 سنين واحد باقي عاد صغير ويعني واحد المسؤوليه وواحد الخلعه وواحد الوسواس يعني وعندي واحد يعني قاعد نربيهم قاعد ندير مي هو كيكبر قدامي يعني قاعد يولي شويه كبير عاوتاني قاعد ندير بوحديتي نعم الزوج ديالك غايب تيغيب بزاف لا ما كيغيبش بزاف يعني كيجي داك النهار ولكن كيغيب واحد 15 يوم واحد 20 يوم هو فهمتي يعني واخا كيجلس معنا النهار داك اليومين داك 3 ايام عاوتاني في داك الكونجي ديالو واخا هكاك يعني واحد المسؤوليه يعني كلها عليا نعم يعني احنا قلنا واحد النقطه هامه لفاطمه الزهراء يعني الحضور راه ماشي جسدي فحسب يعني يقدر يكون حضور جسدي الاب راه كاين في الدار ولكن الغياب راه كاين عند الوليدات والعكس عاوتاني كاين حتى اللي كيكون بعيد والوليدات كيحسوا بان باهم قريب لهم لان كاين هناك واحد العلاقه متينه بيناتهم اللي كيسول كيقلب كيهتم بهم والنهار اللي كيجي كيخرجهم كيساليهم يعني انت غتشوفي طبيعه العلاقه بين الزوج ديالك وبات وليداتك كي دايره معاهم والتخوف هو مشروع يعني واخا تيكون الاب والام حاضرين داك التخوف ديال الامهات والاباء على وليداتهم هذاك راه حاضر عندك فكره اخرى لاله فاطمه الزهراء لا صافي هادشي اللي كاين وكنشكركم بزاف الله يصلح التدلي معاك شكرا لله بزاف على هذا البرنامج هذا والله كنستافدوا بزاف الله يجازيك بخير لاله الاساتذه اللي كيحضروا معاك وكنشكركم بزاف عفوا لاله فاطمه الزهراء جمعه مباركه علينا وعليك لاله فاطمه الزهراء شكرا على مشاركتك معنا وكيف ما قلت ان خوف على مستقبل الوليدات وعلى التربيه ديالهم وهذاك هاجس نتاع كل الاباء والامهات نتمنوا الصلاح للجميع الله يصلحهم الله يصلحهم كلمه فاطمه الزهراء والغياب ديال الاب والتخوفات اللي عندها يعني مساله مشروعه مساله طبيعيه ومشروعه ومادام السيده كتخاف على الوليدات انا كنقول لها مادام الوليدات باقي صغار 5 سنين 3 سنين ولا اخر باقي صغيور يمكن لهاد السيده مادام مهتمه وكتسمع البرامج وكتسمع هادشي كامل تزيد تستشر مع الناس اللي كيربي وتشوف ناس اللي ناجحين في التربيه ديالهم وتشوف ناس اللي كبر منها في السن ونجحوا في التربيه ديال وليداتهم تستشر وتجلس معاهم حتى هما غادي يفيدوها وغادي يعلموها ويقولوا شنو غادير وانا كنقول هاد السيده الا استمرت ماشي تستمر في الخوف خاصها تخدم خاصها تشوف كيفاش هذاك الخوف ترجمه هذاك الخوف اللي كتخاف ما نجلسش انا وكنخاف تنقول الاب غايب هي مزيان الاب ماشي مشكل ديال الاب غايب الاب هذا عنده ظروفه خاصه به غايب كيجي كيغيب 15 20 يوم خاصها السيده تهتم بدوك الوليدات 5 سنين باقيين صغيرين الا اهتمت بهم كما يجب قرات الكتيبات وعرفت كيفاش امتى خاصها تعامل مع امتى خاص داك الوليد تعاقبه وامتى خاصها ما تعاقبوش وشنو خاصها ملي كتعاقب اشنو خاص داك الوليد ملي كيتعاقب وما كيعاودش يدير لك حاجه خاصني نجازيه نعطيه شي حويجه وش داك الوليد الا قابلته غير هي واخا تبقى غير هي بوحدها الاب راه يمشي ويجي يمشي ولكن هي راه عرفت كيفاش تقابل وكيفاش تربي وكيفاش ما تخافش نعم اكيد الله يصلح الجميع يعني وترنا نقطه كانت راها ناخذ مكالمه وندير النقطه الاخيره ديال الخلافات بين الزوجين وكيفيه صباح الخير وعليك السلام ورحمه الله شرف كبير ان تنتصب بك الاخت جميله الشرف لنا اننا نسمعوا صوتك لاله شكون معايا شكرا بغيت الاسم ديالك نعيمه مرحبا بك صباح
تبارك الله عليك. انا تفضلي تفضلي نعيمة. بالنسبة لهذا الموضوع طبعا مهم مهم جدا، بحيث ان الابناء طبعا هم امتداد لحياة الانسان. اذا ف حتى تكون هذه الحياة اللي هي امتداد كما قلنا الاولاد امتداد هذه الحياة الصالحة، فلا بد من يكون اتفاق مبدئي كما شرح الاستاذ وكما طرحت له قبل مبدئي على التربية اللي يكون ما بين الرجل والمرأة، لان كما جاء في الاثار وكما اتفقوا كثير من الفقهاء على ان دخول الجنة بالايمان ورفع الدرجات بالعمل. ففي الحديث اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث، هم بين هؤلاء الثلاث ولد صالح يدعو له صالح كما جاء في نعم. يعني نستروا على صالح والصلاح ياتي صالح. من المجهود ديالنا باش يكون هذاك الولد صالح. نعم اذا باش يكون الولد صالح كما قلنا يكون اتفاق مبدئي من الاول ما بين الرجل والمراه على طرق التربيه. والله عز وجل يقول العبد انتقل من هذه الدرجه الى درجه اخرى فان لك ولد صالح يدعو لك. فإذا مشينا في تعريف الزواج طبعا حسب المدونة لوقف التغيرات التي تعيشها المجتمع المغربي، فهو ميثاق تراضي وترابط شرعي بين الرجل والمرأة على وجه الدوام غايته الإحصاء والعفاف برعاية الزوجين، وهذه الرعاية تشمل الرعاية المادية والمعنوية، المادية إن أمكن طبعا المعنوية بما في ذلك التربية والمساعدة إلى آخره. وهذا نداء ولو أنا وجه متأخر كنت نتمنى دائما أنني نشير لي في اللقاءات اللي تديروا، ونداء لأساتذة التربية الإسلامية المستوى الثانوي التأهيلي أنهم يسبقوا الوحدة الاجتماعية في بداية العام، فكاينة وحدة منهجية وحدة فكرية وحدة حقوقية، وغالبا الأساتذة ما تيلحقوش يديروا الوحدة الاجتماعية اللي فيها تعريف الزواج والطلاق والحضانة والرضع، يعني كل ما يتعلق بهذه الأمور، فخاصة يعني المقرر الطويل ما كيوصلوش ليها، ما كيوصلوش هذه الوحدة الاجتماعية. وهذا نداء لأساتذة التربية الإسلامية المستوى الثانوي يبداو بالوحدة الاجتماعية، لأن في مناطق اللي هي شوية قروية ونائية الأخير غالبا التلميذ ولا التلميذات يدوز معك، غالبا نستر على التلميذات دوز معك شهر شهرين صافي تتمشي تزوج، إذا فتتمشي هي خاوية معرفيا ولا تربويا ولا وجدانيا حتى حول ما معنى الزواج، ماذا يأتي بعد هذا الزواج. نعم فتنتمنى إن شاء الله أن هذا الأساتذة ياخذ بعين الاعتبار أن الترتيب ديال هذا الحجة في الأخر، بصيف أن المادة ما كاينش امتحان الوطني، إذا تيمشي الأستاذ يخدم راحته يعني وقت ما وصل، فهنا يا ريت لو أن تطبق هذه الوحدة الاجتماعية هي نظرا الأهمية ديالها كتشوفيها مهمة بالنسبة للشباب ديالنا وهاد الوليدات. يعني ما كايناش دورات تكوينية، لأن في الغالب راه الإنسان ملي تيبغي يتزوج راه تيمشي يدير دورات ويمشي يحضر لقاء وكيفاش وشنو مفهوم واش إذا ما هذا الشيء مفقود تلقى المنفذ الوحيد والنافذة المفتوحة بالنسبة لهذا الشباب هو هذا المادة اللي هي ونداء آخر أن أثناء تدريس هذه الوحدة الاجتماعية يرافقها بمدونة الأسرة. نعم. يعني أي موضوع إلى آخره يمشي لمدونة الأسرة حتى على الأقل يعني كثير الناس كيعرفوا حقوقهم وكيعرفوا واجباتهم. يعني أنا نعطيك غير نموذج. نعم. فمثلا بصيغة نشتغل في التدريس فغير تتهضري مع التلميذ مثلا عن الزواج على وجه الدوام تجي هذيك الدوام غريبة. نعم. كيفاش على وجه الدوام؟ هو عنده الزواج أنه عام عامين الله يعاونه ويبدل ولا آخره، فهنا على الأقل تتغير مجموعة من الفهم. من المفاهيم وحتى بالنسبة لهذه النقطة هذه ديال المدونة راه النقطة هامة أن الإنسان يعرف حقوقه وواجباته قبل ما يبرم هذا العقد وهذا الاتفاق ديال الزواج اللي هو عقد دائم ديال مدى الحياة واللي غيترتب عليه يعني وليدات والرجال المستقبل والنساء المستقبل. مستقبل. شكرا نعيمة، كنتمنى نسمعوا صوتك ان شاء الله في فرص قادمة. والفكرة اللي حطيتي هي فكرة هامة جدا يعني، ونتمنى ان نداءك يوصل للأساتذة وياخذوا به. بالنسبة للخلافات الزوجية لالا كريمة، خلافات ما بين الاباء والامهات يعني شيء عادي وضروري، وكل المصاري في الكرش كتخاصم، غير هذاك الخلافات اكيد عندها تأثير على الوليدات الا في حالات قليلة. ضروري ما الطفل ملي كيشوف الاب والام شجار ولا غالبا كيكونوا في شجار دائم، حتى داك الطفل كيولي الحاله النفسيه ديالو كت
يضطرب ما تيبقاش كي ما داك الطفل دائما كيولي عنده واحد الخوف واحد الهاجس بان واحد النهار غيتفرق با ومو. وكتعرفي بان الوليدات الصغار كيتلاقاو في المدارس كيتلاقاو في الاعداديات كيتلاقاو في كانوا صغار ولا كبار كيتعاودوا بيناتهم كيسمعوا داك الكلمه ديال الطلاق. نعم وكاين اللي عندهم تجارب مسبقه وكاين كيشوف مثلا واحد تلميذ او طالب او كيقرا معاه وكيشوفوا بانه مثلا باهم مطلقين ولا شي مشكل ولا هذا كيبقى دائما داك الطفل غير واحد المره تيشوف باه ولا امه تيتغاوتوا ولا كيدابزوا وكاين باغفو بعض المرات الاب كيضرب الام مثلا. نعم هذاك كيضربها ولا هي كتضربوا ولا المهم. وغالبا النساء كيشكيو بزاف غالبا النساء اللي كتقول لك انا مظلومه انا معنفه نعم انا انا هالطفل اللي غيبقى يشوف يوميا او واخا ساعه غيشوف هذا الشيء ما كيبقاش حالته النفسيه مستقره. نعم. تيولي داك الطفل الاهتمام ديالو الوحيد هو داك الشجر اللي بين الاب والام وكيبقى كيعطيه تحليلات جالس كيحلل مادام هذا الطفل عطيناه مشكل ديالنا حنا كاباء عطينا مشكل ديال الاب والام ديالو راهم مخاصمين لينا كيفاش غنشوفوا هذا الطفل بانه غيكون سوي بانه غادي يمشي مرتاح بانه غيتبع داك الدرس بانه غادي يقرا بانه غادي يجي للدار يحفظ. اذا عطيناه واحد المشكل اللي غيتلها فيه اذا نسى داك يعني حياته بحال نغصنا عليه حياته نغصنا عليه اكيد هي الخلاف كاين غير حنا كيفاش حنا كيفاش خاص الاباء الام هو الخلاف كاين ولكن خاص الاب والام خاصهم حتى لا بغاو يتخاصموا عندهم شي مشكل ما يكونوش في كتحاضرين يكون في المدرسة يكون في الثانوية يكون في الإعدادية ما يكونش في الدار ولكن تخاصمو نديرو اللي بغينا بيناتنا نتخاصمو وعاوتاني نتصالحو كيجي داك الطفل ما خصوش يشوف داك النقاش داك العنف داك الشيء كله ما خصوش حيت كيأثر على الطفل. نعم. كيفاش غنبغيو حنا طفل صالح أولا شاب صالح ديال المستقبل وأبو الأم ديالو دايرين اللي فوضى كل نهار داخل البيت. نعم. واش هذاك الطفل عنده القدرات باش يتحمل داك المشاكل ديال الأم؟ أكيد أكيد يعني داك الضغوطات النفسية كبيرة عليه وحتى إذا كان حاضر الطفل يعني في خلاف اللي خصو يكون يعني راقي ما يكونش فيه الألفاظ النابية ما يكون فيهش الضرب ما يكونش فيه الشتم نعم بكل أنواع اللي كتكون ما كتما مي غيولي أب تيقول ألفاظ ما كيسمع الولد غير في الزنقة وكيلقى الأب ديالو كيقولها في الدار كيفاش انا كنطلب من ولدي باش يكون مؤدب ويكون نعم يعني ديك الصوره كتهز يعني واكيد الا شرحنا للوليدات وقلنا لهم بان الخلافات هذه راه غير احنا الخلاف باش نتفاهموا على واحد القضيه ونوصلوا للنتيجه ويطمئن هذا الطفل هي خصها تكون ولكن شنو خسرنا حنايا الا تعودنا وتعلمنا باش النقاش وداك الخلاف وداك الشيء كله ما يكونش قدام داك الطفل اشنو دار لك اشنو دار لينا اكيد اكيد غيكون افضل وغنكونوا راعينا واحد النفسيه ديال الطفل ونفسيته ونعطيوها قيمتها هي ما نقولوش هذاك الطفل ما كيعرفش ما خصناش نقولوها هي التربيه يعني الخلاصه اللي ممكن نقولوا بانها عمليه مشتركه بين الام والاب والنجاح ديالها مرهون بالتعاون بيناتهم اكيد اكيد. مستمعينا بهذا كنكون وصلنا لنهايه هذه الحصه الاذاعيه. شكرا جزيلا لك استاذه عارف كريمه رئيسه جمعيه الام والطفل لمستقبل افضل على حضورك معنا وعلى مشاركتك ونقاشك معنا هذا الموضوع. مستمعينا اجمل التحايا من الفريق الاذاعي اللي رافقكم عاشور خرشوش في قسم التوزيع والمراقبه، سميرة السنساوي في الهندسه الصوتيه، حافظ المحمدي في الاخراج، وجليله الحدفاوي في الاعداد والتقديم. ما نساوش زميلتنا حليمه البوطي اللي حاضره معنا في الاستوديو في المحافظه. اخر المستجدات الاخباريه وموجز منتصف النهار مع زميله منيا عرشي. تبقوا على خير، كنتمنى لكم جمعه مباركه.